اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في صدى اقلام جديد من الرافدين، نصد فيه ابرز ما كتب في الصحف بعد اهم العناوين. نبدا من العربي اللندنية، ليله رعب في مستشفى عراقي سلطت الضوء على الفساد القاتل. نقرا في المدى، السلاله الهنديه تتسبب بارباك قرار الدوام الحضوري في مدارس العراق. في صحيفة الزمان، الدفاع المدني 40% من الحرائق تقع في بغداد والمباني لا تخضع لشروط السلامة. في الحرة عراق، العراق يسجل 7000 حريق خلال 3 أشهر وسيارة الإطفاء عفى عليها زمن. في العربي الجديد، توجه لإلغاء الدوام في مدارس العراق وجامعاته بسبب كورونا. في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يتهم الصين وروسيا بممارسة التضليل حول اللقاحات. دوتشا فيلا الألمانية، الهند تسجل أكثر من 200,000 وفاة بكورونا والنسخة الهندية تنتشر عالميا. فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد التي قتل فيها عشرات العراقيين تناولها الكاتب ياسر عبد العزيز في مقالة جاء فيها: القوانين في العالم تحمل مسؤولية فعل التابع للمتبوع والمرؤوس للرئيس، فالرئيس عليه التخطيط وأن يتابع التنفيذ ثم المراقبة، ولكن كل ذلك في عراق ما بعد عام 2003 لا قيمة له، حيث لا محاسبة ولا مساءلة. في نفس الليلة التي فتح فيها اللغط حول محاولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تجديد شقته من خلال منح من القطاع الخاص، ما يعني أن شبهة فساد محتملة قد تلوث سمعته، كان عشرات العراقيين في الجهة الجنوبية الشرقية من بغداد عند منطقة التقاء نهر دجلة بنهر ديالا تلتهم جلودهم النار بعد أن اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب. الضحايا من مرضى كورونا أنهكهم الفيروس وأصبحت حركتهم ثقيلة بثقل المرض الجاثم على صدورهم، لكن الإهمال كان أثقل، فلا أنظمة لإطفاء الحريق ولا إطفائية تتحرك في التوقيت المناسب لتقليل الخسائر. إن هروب الكاظم إلى الأمام لن يفلته من المسؤولية، وإن استطاع الهروب من القانون في دولة لا قانون التي أسسها الاحتلال الأمريكي في 2003 وشيد بنيانها الاحتلال الإيراني بأحزابه وميليشياته المهيمنة على مفاصل الدولة في العراق، ومنها بالطبع البرلمان الذي لديه سلطة المراقبة والقضاء الذي له سلطة التحقيق والإدانة، إلا أن الكاظمي وإن أفلت محتميا بأدواته فلن يفلت من العقاب الشعبي الذي يتنامى غضبه وينتظر لحظة الخلاص. مستشفى ابن الخطيب ضبط بما حدث فيه من إهمال جسيم أودى بحياة ما يقارب 100 مواطن عراقي، لم تحرق جثثهم في المستشفى وحسب، بل حرقت معها قلوب مئات الأسر من ذوي الضحايا ومحبيهم وكل من له ضمير. أضاف الكاتب أن العراقيين سيظلون يموتون بالإهمال والفساد من دون بواكٍ حتى يصرخ الثوار صرختهم الأخيرة في وجه الأحزاب والميليشيات والمحاصصة والدستور ليبنوا عراقاً يستحقونه، يصان فيه العرض ويحترم الإنسان. الربط السككي بين العراق وإيران وتداعياته على العراق موضوع تناوله الكاتب سعد الكناني في مقالة جاء فيها: الربط السككي مع إيران سيسرع في افتتاح ميناء إيراني في اللاذقية السورية، ما يعني تهديدا عسكريا لدول الاتحاد الأوروبي ولحرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط. إن اتفاقية الربط السككي التي فرضتها إيران على العراق في زمن عادل عبد المهدي جزء من مشروعها التوسعي،
وفي أول أمس استجاب الكاظمي لطلب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بتفعيل هذه الاتفاقية رغم تأثيراتها الخطيرة على العراق، وصدر قرار مجلس الوزراء بإجراء الربط دون التدقيق في نتائجه. اندفاع الكاظمي تجاه هذا الربط يتناقض مع ورقته البيضاء للإصلاح الاقتصادي، فمجرد إكماله سيفقد ميناء الفاو أهميته الاقتصادية، والخاسر الأكبر هو العراق. إن خطورة الربط السككي مع إيران تكمن في أنه خرق لسيادة العراق وانتهاك واضح للأمن القومي العراقي والعربي، فضلاً عن تأثيراته السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية على البلاد ودول المنطقة. فالقطار الإيراني سيسير على خطوط سكك حديد العراق وصولاً إلى ميناء طرطوس في سوريا مجاناً دون فرض الرسوم وضريبة الجمارك على البضائع التي يحملها. إن خطورة الربط هي في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والصواريخ الإيرانية والميليشيات والمخدرات إلى العراق وسوريا ثم إلى حزب الله اللبناني، بدلاً من الطائرات والسفن ذات التكلفة العالية وتدمير النسيج العراقي عبر نقل ملايين الزوار الإيرانيين سنوياً دون رسوم وفق اتفاقية الدولتين بهذا الصدد، فضلاً عن تهريب النفط والتحايل على العقوبات وتدمير الاقتصاد العراقي والتغيير الديموغرافي. أضاف الكاتب: إيران هي المستفيدة الأولى من الربط السككي في المجالات كافة وليس العراق، والشعب العراقي رفض هذا الربط السككي، ولكن موافقة السيد الكاظمي عليه ستدمر البلاد والعباد. تداعيات فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد تناولها الكاتب برعد أطياف في مقالة جاء فيها: القضية أكبر من استقالة وزير من عدمها، القضية تكمن في نظام سياسي واجتماعي فاسد يعاني مشكلات مزمنة. البلدان التي عانت الأمرين من الكوارث والحروب والمعارك الداخلية راكمت من هذا التاريخ الحافل قواعد بيانات ضخمة اكتسبت من خلالها خبرة عريقة في إدارة الأزمات، لذلك تعمل البلدان التي تحترم شعوبها على عبور الأزمات وعدم تكرارها من خلال ما وفرته خبرتها السابقة. لقد تعالت الكثير من الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتنحية وزير الصحة كرد اعتبار على الأقل لذوي ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد، أو حفظاً لماء الوجه على الأقل، كما لو أن تنحية الوزير المعني ستحل المشكلة. فمنذ تأسيس نظام المحاصصة لم نسمع بوزير قدم استقالته على إثر فشل إداري أو الاعتراف بالتقصير. إن محاولة التشبه بالبلدان المتقدمة أمر مضحك ويثير الخجل، حتى لو افترضنا استقالة وزير الصحة فهي لا تندرج في إعداد أخذ العبرة ومحاولة توفير البديل اللازم لتقديم نموذج يختلف عن السالف، فكلهم في التقصير سواء. وستعمد الجهة التي ينتمي لها الوزير إلى تزويد الوزارة بأحد كوادرها الجدد، لأن الوزارات عبارة عن حصون منيعة موزعة على القوى السياسية. لا توجد مشكلة في أن يقدم العراق بين فترة وأخرى قافلة من المغدورين، لأن ما يهم هو انسيابية توزيع المغانم، أما الموت فيستقبله العراقيون كما يستقبلون وجبات الطعام الروتينية. إنها معضلة منظومة اجتماعية وسياسية تتبادل الأدوار فيما بينها. وأضاف الكاتب: هذا النظام لا يتعظ من أحداث الماضي كما تفعل الأنظمة التي تحترم شعوبها، وضحاياه هم دوما هؤلاء المغدورون الذين يموتون بالجملة. التمر الوظيفي في العراق موضوع تناوله الكاتب مهدي العلاق في مقالة جاء فيها: إن من أهم معالجات التمر الوظيفي في العراق الابتعاد كلياً عن تأثير الهالة في توزيع المهمات والمسؤوليات ومشاركة الموظفين لجميع النشاطات لزيادة معارفهم.
يعاني كثير من موظفي الوزارات في العراق من الطمر الوظيفي، والمعنى المقصود تقييد وتحجيم الموظفين في الأعمال ذات الطبيعة غير التطويرية أو المساحة الكافية لإبراز قدراتهم ومؤهلاتهم، وعدم استثمار الطاقات المتوافرة بشكل صحيح وتحقيق أقصى استفادة منهم، كغياب مشاركتهم في لجان تناسب طموحاتهم وتدريبهم بشكل مثالي، وأحياناً نابع من عدم إيمان المسؤول بقدرات الموظف، ما يؤدي إلى عدم الرضا والسخط وغياب الدافع، وهو ما يؤول إلى العزلة فضلاً عن الأضرار النفسية. لذلك فإن الموظف يرغب بمرور الزمن باستمرار الانتقال إلى مستوى مختلف من الأعمال. ومن منظور آخر، فشعور الموظف بالتفرقة في طريقة التعامل وأسلوب التوجيه بينه وبين الآخرين، أو حجب المعلومات والمعرفة عن البعض وتقديمها للبعض الآخر بمعزل عنها، يسبب إشاعة ثقافة منظمية قائمة على الإهمال، ما يخفض ثقته في الإدارة. وعليه وفي حال زيادة أعداد المقيدين عن الساحة الوظيفية، سينحو الأداء الوظيفي نحو الهبوط دون الأهداف المرجوة بشكل فعال، وكما هو مرجو للإفادة من المورد البشري. إن معظم الموظفين يتعرضون لمثل هذا النوع من الإهمال، وعلى وجه الخصوص من يحملون وجهات نظر جديدة لتطوير بيئة العمل، ومن الممكن إجراء شيء من المعالجة بمقترحات كثيرة كتوزيع المهام وتقديم الأفكار. أضاف الكاتب أن اجتماعات دورية أو مباشرة بين المسؤول المباشر والموظفين من شأنه أن يعالج تلك المشكلة، فضلاً عن إبعاد المشكلات الشخصية عن العمل وتشجيع الموظفين بشكل مستمر على تقديم مقترحات وأفكار وربطها بحوافز مادية. قضية التسجيل الصوتي لوزير الخارجية الإيراني الذي قيل إنه سرب وتداعياتها، هذا موضوع كتب فيه علي الصراف في مقالة جاء فيها القصة أن إيران تحاول أن تجني بالابتسامات ما لم تجنه بأعمال التخريب والقتل، وهي تريد أن تقول إن قاسم سليماني لم يعد موجودا، وإن التيار الإصلاحي المعتدل في إيران يستحق أن يمنح الفرصة لكي يعود من مفاوضات فيينا بمكاسب. هل حدث ورأيت محمد جواد ظريف وهو يبتسم؟ لقد وقعت في الفخ. فوزير الخارجية الإيراني يبيع الابتسامات لكي يثبت لك أنه ظريف، ويحاول أن يبدو لطيفا ومجاملا لكي يقنعك بأنه ناعم الملمس، قبل أن يلدغك بشيء آخر، وهو أن يجرك إلى قبول ولو نصف ما يطلب، فتكون الدبلوماسية الإيرانية حققت ما تريد، بينما تركت للحرس الثوري الإيراني أن يحصل على النصف الآخر عنوة أو عن طريق وسائل ضغط أو ترهيب أخرى. ولكن هذا ليس كل شيء، فقد أثبت ظريف أنه مخرج أفلام كوميدية أيضاً، إذ قام بتسجيل صوتي ثم حصل أن تم تسريبه لكي يظهر من خلاله وكأنه كان يعاني من تطرف خيارات قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق. حاول ظريف من خلال التسجيل والتسريب أن يقنع من تنطلي عليهم ابتساماته بأنه يمثل تياراً إصلاحياً معتدلاً في القيادة الإيرانية، ليحصل على تنازلات من جانب الولايات المتحدة لرفع قدر أكبر من العقوبات، ما يساعده في مواجهة التيار المتشدد. ففي التسريب يقول ظريف إن سليماني عمل مع روسيا لمعارضة الاتفاق النووي، وأنه دفع إلى احتجاز سفينة أمريكية ووقف وراء مهاجمة السفارة السعودية بعد توقيع الاتفاق. ليبدو ظريف وكأنه يقوم بعمل شاق بينما يخربه سليماني، لكن الحقيقة أن ظريف يحقق نصف المهمة وسليماني يحقق نصفها الآخر، ولذلك فإن ما سرب كان مجرد فيلم هزلي. أضاف الكاتب حينما يتحقق ذلك، فإن شيئا جديدا من قبيل احتجاز السفن أو مهاجمات السعودية سيكون من عمل التيار الآخر. الخوف من لقاحات فيروس كورونا وتأثيراته الآنية والمستقبلية وأسبابه، هذا موضوع كتب فيه عثمان مرغني في مقالة جاء فيها
أن العالم سيكون منقسما إلى عالمين، عالم من تلقوا التطعيم وعالم من لم يحصلوا على اللقاح لسبب أو لآخر. لنتابع التفاصيل. الناس التي خلفها فيروس كورونا والعدد الهائل من الذين ماتوا بسببه لا يزال كثيرون مترددين أو رافضين تماماً للقاحات، ممن تأثروا إما بنظريات المؤامرة المنتشرة حول اللقاحات بل وحول الجائحة ذاتها، وإما بالأخبار السلبية عن آثار جانبية لبعض اللقاحات. يحدث هذا الأمر رغم الموجات الجديدة لكورونا وانتشارها الواسع وآثارها المدمرة، مثل ما نراه اليوم في الهند مثلاً. التشكيك في اللقاحات يترافق مع ميل كثيرين في عدد من الدول الفقيرة إلى عدم الالتزام بإجراءات التباعد والوقاية، ما أسهم بالارتفاع الكبير للإصابات وظهور سلالات جديدة أشد خطراً وأسرع انتشاراً. ففي الهند كان معدل الإصابات اليومي حتى آذار الماضي لا يتجاوز 13,000، وهي نسبة قليلة إلى حد ما في بلد تعداد سكانه 1,400,000,000 نسمة، لكن في نيسان الحالي بلغ معدل الإصابات في بعض الأيام ما يزيد عن 315,000، وهي أعلى نسبة إصابات يومية في أي بلد منذ انتشار الجائحة. إن الخوف من اللقاح لا يقتصر على المواطنين العاديين، بل امتد إلى عاملين في القطاعات الصحية. فقبل أيام كشفت وزارة الصحة البريطانية أن عشرات الآلاف من العاملين الطبيين لم يتقدموا لأخذ اللقاح، وأن نحو 15% من موظفي الخدمات الصحية في إنجلترا لم يحصلوا على المصل. ورغم التشكيك فإن اللقاحات تبقى الأساس في مواجهة الوباء للخروج من الأزمة الصحية التي يمر بها العالم. وأضاف الكاتب: الذين تلقوا اللقاحات سيكون بمقدورهم لاحقاً السفر والتنقل واستعادة نشاطهم الاقتصادي وحياتهم الطبيعية، في حين ستستمر معاناة المحرومين من هذا اللقاح حتى تنتشر اللقاحات بشكل واسع في العالم كله، وحتى نصل إلى نسبة 70 أو 80% المطلوبة للحصول على ما يسمى مناعة القطيع والسيطرة على كورونا. أظهرت دراسة حديثة للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا أن عدد المسلمين في ألمانيا زاد على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة. وبحسب هذه الدراسة التي أعلنها المكتب في نورنبرغ لوزارة الداخلية الألمانية، فإن ما بين 5,300,000 و5,600,000 مسلم يعيشون حاليا في ألمانيا، وهو ما يعادل 6% و14 درجة حتى 6% و17 درجة من إجمالي السكان، مقارنة بنتائج آخر دراسات أجريت في عام 2015، فقد زاد عدد المسلمين بنحو 900,000 شخص. وأعلن رئيس المكتب الألماني للاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين هانز إيكارد زومر في إطار الهجرة من الدول الإسلامية في الشرقين الأدنى والأوسط، قال: أصبحت المجموعة السكانية من المسلمين الآن أكثر تنوعاً في السنوات الأخيرة في ألمانيا. ونبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا تنتهي جولتنا الصحافية مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى الأقلام، في رعاية الله.